ومتابعة لفقراتنا لليوم، حان الوقت انكم بلشوا تتصلوا بكارمن يلي انضمت لنا بالاستوديو مع محطتنا التالية وزودياك. صباحكم بالخير، صباح الخير غادة، صباح الخير لشيف شادي. اتصالاتكم مباشرة على الهواء، رقم التليفون بين قدامكم على الشاشة، الايميل ايضا. اسمحوا لي ابدا اليوم بايميل من غينا. غينا حابة تعرف بشكل عام شو ناطرة، مواليد 29 ماي 87، اعطتني ساعة الولادي. بالنسبة لك يا غينا، اللي مبين عندي بالنسبة لك في عندك كواكب كتير حلوة موجودة ببرج الجوزاء، هذا أمر جيد جدا. كان مفروض يكون في عندك خبر بمطلع هيدي السنة، في حال ما سمعتي أي خبر في بعد مجال أنه الأمور بشهر حزيران شهر اللي جاي يكون في عندك تطور كتير حلو، إن كان خبر إن كان سفرة إن كان رحلة إن كان انتقال حتى مكان إلى آخر. وبما أنه القمر كمان موجود ببرج الجوزاء، التطورات عندك معقول كمان تكون على صعيد شخصي، ما بعرف موضوع الزواج، موضوع العائلة، كل هالأمور مفروض تمشي بشكل جيد وبشكل أفضل بالنسبة لك. هذا كان غينا. ناخد ماري، تفضلي. يا أهلا وسهلا ماري. معي عندي ابني بالسفر، مواليد 22/1/86. نعم. في عنده مشكلة، هو بالسفر عنده مشكلة مع البنك، بدي أعرف إذا ممكن تنحل هالمشكلة. وفي عنده عرض سفر من بلد اللي هو لبرا بعرض عمل، بدي أشوف إذا بيمشي هالعرض العمل بيجي ولا لا. 22/1/86 7:30 الصبح يمكن تقريبا، بين 7:30 و8، بدي أشوف إذا هالمشكلة بتنحل معه، يعني ما بعرف. طيب شكرا لاتصالك، خليني أشوف أنا شو اللي، وبدي أشوف إذا عرض العمل بيمشي. أوكي، تشوف شو اللي هو. كان في أشياء حلوة بصراحة، كان في اشياء حلوه عنده مش عاطله، كان في اشياء كثير مهمه وكثير حلوه، وكان فيها انفراج وكان فيها حتى نجاح، والامور عنده كانت بتنحل وبتتسوى وبكون يصير فيها مصالحه بشهر نيسان شهر الماضي. ما بعرف ليش الامور عنده ما تمت، او يمكن صار في حكي بشهر نيسان وبعد ما ردوا له خبر. فيك تطمني بالك انه بعد في مجال انه الامور عنده تنحل. رح اعمل عمليه حسابيه بس لأتأكد، بلكي بعد في شي خبرية تانية حلوة لألو. خليني أشوف. 14/14 معقول؟ أي. عنده صفحة كتير جديدة وكتير حلوة ابنك، ما تعتلي هم، واضح جدا أنه في صفحة كتير مهمة ناطرته. وبعد في عندي شهر حزيران بعتبره شهر كتير ايجابي بالنسبة له. فيك تتصلي فيني باخر شهر حزيران، حتى معقول السفر اذا نقلة نوعية، بتصور انه مفروض الجواب يكون ايجابي ومشكلته مفروض تنحل. ناخد اتصال جديد. رندا، الو، تفضلي. صباح الخير. يا اهلا وسهلا. بدي اسالك عن بنتي رشا. نعم. مولودة ب 22/5/84. 22/5/84. نعم. اي ساعة؟ 12:15 الظهر. ايه. اوكي. بدي اسال عن حياتها الشخصية والعملية مع انه هي مطلقة. اوكي، شكرا لاتصالك. يعني كمان من مواليد برج الجوزاء، بس في عندي بس كوكب واحد برج الجوزاء. تقريبا على الساعة اللي اعطيتيني اياها نجمة هلا عالي، من الاشخاص اللي المفروض حياتها تكون كتير بابليك، مفروض تبين بحياتها الاجتماعية، ان كان اجتماعيا ان كان مهنيا اذا بتشتغل. في شيء بالسفر لبنتك، او بتشتغل مع ناس اجانب او بغير منطقة بعيدة. في عندي مرحلة نضوج لبنتك مش راح تتم قبل ما يقطع شهر أكتوبر تشرين الأول. من بعد شهر أكتوبر لحتى بلش شوف عند بنتك شوية تحسن وشوية تطور. من هلأ لأكتوبر كلها مسألة تكيف مع الظروف وتقطيع وقت. عفوا. منتابع مع الاتصالات. في اتصال. ألو،
ليلى تفضلي. بونجور. يا اهلا وسهلا. بدي اسال عن بنتي. نعم تفضلي. 23 اب. نعم. 82. 82 اي ساعة؟ هي لخطبي بدي اعرف حياتها عن كل شيء. اي ساعة خلقانة؟ بين 12 ونص الظهر والتنتين. اوكي رح نحط الساعة وحدة. ميرسي كثير. شكرا لإلك. خلينا نشوف خاطبي. خلينا نشوف شو وضعها. خاطبي بنتك قلبها كثير طيب وعاشت بمرحلة مرقت بمرحلة ظروفها كانت منا هينة، كانت شوي صعبة. كمان بعد في ظروف منا هالقد سهلة. بدنا ننطر لشهر تشرين الثاني لحتى تتسهل شوي الأمور عندها. إذا عم يشتغل على ساعة صحيحة في زواج، لكن بعطيه سنة تقريبا لموضوع الزواج، بعطيه من هلأ لتقريبا أدار 2014 إيه في زواج. خلينا نشوف من هلأ لأكتوبر شو بيصير. نوفمبر تشرين الثاني هو بداية لشي جديد بالنسبة لإلها. شكرا لاتصالك. ذاكرة تفضلي. ألو صباح الخير. يا أهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله تفضلي. بدي أسأل عن جوزي. نعم. 25 كانون ثاني 57. نعم. بدي اسال عن الشغل، انه شغله كثير واقف وعم تصل الشغله لايده وبتروح وما عم تزبط معنا بشي بالبيت. نعرف اي ساعه؟ ايه نعرف اي ساعه خلقان؟ لا ما بنعرف. اوكي شكرا لاتصالك. كل شيء واقف، كل شيء واقف بالبيت، وبعد الامور يمكن حتى تضل هيك مثل ما هي حتى سنه 2014. ما عندي ساعة ولادي سو لبيوتها وما فيني اشتغل عليهم، بس اشتغل على القمر. القمر اللي عنده بالدرجة 28 سكوربيون، يعني بعد ما تأزمت بعد الأمور بعد الطبخة ما استوت، بدها حوالي سنة سنة ونص في بعض قصص بده ينتبه لها. استقرار بده يشتغل عليه، ممنوع يخاطر، ممنوع يجازف، ممنوع يحط حاله تحت ديون كبيرة، لأنه بعد في عندي قصص معقولة تتأزم بال 2014 وال 15. عم بقلك هيك مش لحتى خوفك، عم بقلك هيك لحتى نبهك لحتى تنضبوا مثل ما بيقولوا، وتخبوا قرشكم الأبيض، تمشوا حال بالتي هي أحسن، نكون شوي قنوعين أكثر تنقول ونمشي الحال. أمتى معقول يكون في شي خبرية حلوة؟ خليني نشوف إذا بلاقي شي، بلكي في شي خبرية بتطلع له. 20 20 لا اللي مبين عندي من 10 أشهر صار في مسألة ما كانت هينة. بده يطول باله، خلي الأمور تمشي شوي شوي لشوف أشياء رائعة وحلوة ومفاجئة لإله، يعني سربرايز رزقة كبيرة مش هلأ. بدها تروح تقريبا لحزيران تموز 2014، من هلا لوقتها بدكم تدولبوها وتمشوا الحال. ناخذ اتصال. الو ماري. الو بونجور. تفضلي ماري. الو بونجور. تفضلي معنا على الهواء. مدام كارمن. نعم. بدي اسال، في اسال عن وليد اثنينه. بدي شخص واحد، نقي واحد منهم. 73. نعم. 14 كانون الاول، بين السبعه والثمانيه من عشيه. بين السبعه وثمانية ايه؟ من عشية. ايه بدي اعرف عنه كل شيء لانه مكعب لي راسه. شو بيعمل او شو ما بيعمل؟ تاجر، هو بتاجر. ايه وليه موجع لك راسك، عاطفيا ولا ماديا؟ كل شيء. لا مجوز وعنده اولاد. وعنده اولاد؟ ايه عنده بنتين وصبي. مبين عنده ثلاثة، 1 2 3، وفي شغلة رابع. رابع وينه الرابع؟ في واحد، في رابع بعد مش عارفه وينه الرابع. هيدا شو الرابع، ولد يعني؟ ايه نعم. لا متعب لك راسك؟ ايه وبدي اشوف عن حالته والشغله، يعني في عنده رزقه كثير كبيره. إيه؟ في عنده رزقه كثير كبيره باخر حزيران. إيه؟ باول تموز. كثير مهمه وهيدي مفروض تفتح قدامه. إيه؟ كثير مجالات مهمه، وفي عنده حتى تغيير نوعي بعد سنه. يعني ابنك ما المفروض بقى يوجع لك راسك، اما انت عم توجعي راسك شوي هيك، طولي بالك عليه لانه داخل بمرحله كثير حلوه، كثير مهمه، كثير ايجابيه، فيها تغييرات كثير مهمه. كل 12 سنه الواحد بينطرها، فهو مقبل عليها. خفف شوي همك لانه اموره رح تمشي حالها ابتداء من اخر شهر حزيران هلا، يعني تقريبا بعد حوالي الشهر.
بناخذ اتصال. الو حياة تفضلي. الو بونجور. يا اهلا وسهلا. ما كيفك مدام كارمن؟ تفضلي. حبيبي انا بدي اعرف عن بنتي. نعم. شهر 85 السنة 11 ايلول. بدي اعرف كل شيء عنها. 11 ايلول؟ ايه. اي ساعة؟ 7:15 الصبح. 7:15 الصبح، شو بتعمل؟ بتشتغل. مجوزة؟ لا عزبة. فيني اسأل عن ابني كمان؟ لا بعتذر منك، هذا اخر اتصال كان اصلا ما عندي كثير وقت. فيك تتابعيني على الشاشه لاقول لك انه بنتك اخبارها حلوه، اخبارها مش سلبيه ابدا، في تغييرات، في صدف حلوه، في مفاجات حلوه، في رزقه حلوه شخصيه لها، كان صحيا، كنت انت الوالده، البيت ايضا، وحتى ان كان في اذا في موضوع زواج او ارتباط تقريبا بتموز 2014 2014 لا 2015، مع انه شايفه بال 2014 في تغييرات كثير كبيره، كثير كبيره وكثير مهمه وكثير ايجابيه. 2015 بعتبرها سنه رائعه بالنسبه لها، وحتى معقول تبلش الحكايات الحلوه عندها من صيف 2014. تقريبا حوالي السنه تقريبا بدنا ننطر لحتى بنتك امورها ترجع تزبط وتصير تقريبا على ذوقك وتكوني انت مبسوطه. بس بدي اقول لك انه الوضع المالي عند بنتك نوعا ما بده نتفت درايه لحتى تمشي الحال بشكل افضل. نجاح كانت اخر اتصال معنا لليوم، اتمنى للجميع نهار حلو. طبعا خلوكم معنا بعالم الصباح، ولالك مجددا غاده. مرسي لك كارمن. نحن وكل اللي عم بيتابعونا رح ناخذ بريك صغير ومن بعدها بنرجع بننتقل عند الشيف شادي مع ورشه.